أيام متتالية على قطع الكهرباء في مدينة صوران شمالية حلب. قطع الكهرباء تسبب بتلف العديد من أنواع المواد الغذائية، نتج عنها خسائر مادية كبيرة أبدت سخط التجار والناس على شركة الكهرباء. يا أخي والله نحن جماعة يعني مستعيشين، أنا مستأجر المحل هون عن جماعة من عندنا من الضياع، وفتح محل فيه فروج، ببيع فيه فروج جيج يعني، وعندي برادات وعندي فريزات، والفروج تعرف أنت بده تبريد، هذا الفروج إذا ما تبرد بيخرب بينتزع بتبنكر، وما كله فرد ساعة بتحسن تبيعه، يعني بدك تصبر عليه نهار نهارين حتى تنفخه تبيعه. نحن فاتحين كنا يعني كانت الأمور كويسة الحمد لله، بس آخر شيء غلى الكهرباء شوي أثر علينا، تحملنا وسكتنا يعني عدم المؤاخذة مثلنا مثل العالم. بس بعدين صار في تقنية كمان تحملنا وقلنا يلا ما في مشكلة، وبعدين هلأ قطعوا خالص. كان عندنا شوية فروج بهالبرادات، دبحنا يعني بيجي 70-80 طير وحطيناهم بهالبرادات وصحنا يا رب على أساسنا نبيعه، وقطعت الكهرباء وهذا وتش الضيف، راحت الكهرباء مضى الكهرباء خالص. ارتفاع أسعار الكهرباء والتقنين أثار غضب الشارع خلال الأيام الماضية في الشمال السوري لرفض قرارات الشركة، وما زالت المناطق المحررة تعيش على صفيح ساخن قد يفجر الغضب من جديد بسبب الكهرباء. كنا مشتغلين نذبح بنهار 3-4-5، هلق أضرار قطيعة الكهرباء ما عم نذبح وحدة على الطلب، والكهرباء على التقطاع كنا نحط اللحم بالفريزات ما ناكل همه، هلا صرنا ناكل همه صار يخرب اللحم وما نحسن نشتغل، عم نشتغل على قدنا، بتقطع الكهرباء ونعبي بنزين، لتر بنزين 25 ليرة وما ظلنا قدرة على هالشيء هذا. مثله متايل يعني، عالم كثير تضررت بشركة مشان ترضى شركة الكهرباء والفاسدين اللي فيها، وعندك عالم هون طلعت مظاهرات مشان الشيء اللي صار، صاروا يكتبوا عليها على الفيسبوك وعلى التيك توك ومناشير يعني سموها بالإرهاب، سموا الشعب الفقير اللي عايف حاله طلع آخر شيء إرهابي، غير الله كبيناه. فروج خير الله كبينه، لا عنا لا طاقة ولا مولده، كله هذا كبينه مشان ترضى شركة الكهرباء مشان يعبوا. شو أهم مطالبكم؟ مطالبنا ترجع أسعار الكهرباء مثل ما كانت، وإذا ما رجعت مثل ما كانت ما راح يصير خير.